تيمة الشبح اللي بتبقى موجودة في المسرحيات وبيطارد البطل كشيء من مخاوفه مثلا. مين الشبح في حياة يوسف زيدان اللي بيطارده من الطفولة لحد دلوقتي؟ لا ما فيش دلوقتي. أو ما فيش مخاوف من الطفولة عاشت معاك وعدت؟ تخلصت من كل مخاوف الطفولة؟ لا المخيف في الطفولة كان جدي أبو والدتي اللي هو اللي رباني يعني، لأنه كان صارم جدا وكان بيتحدى جدي لأبي اللي هو أحمد طه زيدان يعني أنه يخليني يعني إيه حاجة كده خارقة للعادة، فكان ضاغط عليا جدا ويقعد بقى يحفظني العائلات والصعيد والقبائل والمش عارف الإيه والإيه، وهو كان مخيف، كان شخصية يعني قوية جدا في اسكندرية الكلام ده. وبعدين مات. نجح؟ بقيت خارق للعادة؟ ما أعرفش. لا، شايف نفسك خارق للعادة؟ لا، شايف نفسي مختلف. مختلف. بيطردك لحد دلوقتي شبحه؟ لا، ما أنا بعد بقى ما توفى هو كان يقول أنا ما ملش أبداً، أنا أموت زي الشجرة. بس كانت النهاية، هو مات عنده 93 سنة، آخر 10 سنوات كان قاعد لأن جاله شلل نصفي، فكان دي فرصة أني أتأمله باعتباره تجربة إنسانية غير عادية. بتخاف من إيه دلوقتي؟ لا، بخاف على حاجات. ما بتخافش من حاجة؟ لا خالص. ماشي بمسدس ليه؟ أولاً ده كلام ملوش علاقة بشيء، ده من سنة 2000. أيوة، ليه ماشي بمسدس؟ لأن طبيعة الصعيدة كده، إن الواحد لما يبقى عنده 40 سنة بيبقى معاه مسدس، يشيل مسدس. أبويا كان كده وعمامي كده وبس. مش خوف زائد من المتشددين أو المتطرفين أو؟ لا، لو بخاف منهم ما تحدهمش يعني، ما يكون ما أنت بتتحداهم بس عامل حسابك يعني، مخلي بالك. لا، ما أنا ما عنديش استعداد أموت وأنا بهرب بعد شهر. ف يعني لا، عادي ومش مخيفين بالنسبة لي. ليه؟ بس هو إيه خطرهم الأكبر؟ الموت حقيقي. طيب وده حاجة وحشة، ما عندهمش سلاح تاني. أيوه، وبعدين الموت الجبان يعني إن هو يستخبى فيضربك طلقة. طيب ماشي. بس هو لن يستطيع إهانتي. بس الجماعات الدينية المتطرفة دي أنا قاري تاريخهم كويس وعارفهم بيفكروا إزاي. هو دايماً بيراهن على خوفك إنه يرعبك فتستجيبي له. ده اللي عملته، وإلا يعني داعش إيه معنى إنها هتجيب الناس وتقعد تقطع فيهم وتسقطهم مش عارفة وتصورهم وتورينا؟ أيوة، عشان تترعبي فتستسلمي. طبعا.